خل نفهم وش معنى الأمور الحسبية حتى نعرف. الفقيه اللي يقول الفقيه له الولاية في الأمور الحسبية يعني خلاص بس يكتب رسالة عملية ويجلس ببيته، شنو معنى الأمور الحسبية؟ ها التفت إلي، الأمور الحسبية هي كل أمر علم من الشارع المقدس أنه يطلبه ولم يعين له مكلفا خاصا. مثل شنو؟ كل أمر دخيل في حفظ النظام والاستقرار فهو من الأمور الحسبية. كل شيء دخيل في حفظ استقرار الحياة فهو من الأمور الحسبية، لأن كل ما هو دخيل في حفظ استقرار الحياة فإن الشرع يطلبه ولم يعين له مكلفا خاصا، فالولاية فيه للفقيه الجامع للشرائط. سيد الخوئي في كتاب التنقيح الجزء الأول، في كتاب المستند الجزء الثاني، يتعرض إلى هالمناصب الثلاثة ويوصل لولاية الفقيه ويشرحها ويذكر هذا المعنى ويعلق على كلامه تلميذه المقدس الشيخ التبريزي عطر الله مرقده، يشرح كلام أستاذه الخوئي يقول: ومنه، يعني ومن الأمور الحسبية، إدارة نظام البلاد وتهيئة المعدات والاستعدادات للدفاع عنها. يعني عندما نقول الفقيه إلى ولاية في الأمور الحسبية مو يعني جالس ببيته. من يرى الولاية في الأمور الحسبية يرى أن للفقيه الولاية على إدارة شنو؟ نظام البلاد وتهيئة المعدات والاستعدادات. مو أن الفقيه دوره يكتب رسالة عملية، ما حد يقوله ولا سمعنا حد يقوله، لا من شيخ المفيد إلى يومنا هذا. حتى الفقهاء الذين يقولون بأن الفقيه له الولاية في الأمور الحسبية يقولون الأمور الحسبية هي ما يتدخل في حفظ الحياة، ومنه نظام البلاد والدفاع عن ثغورها وحريمها. ولذلك أنقل لك كلام الإمام الخوئي بعد، وهو اللي يقول بالولاية في الأمور الحسبية. شوف الإمام الخوئي في منهاج الصالحين، يعني أسهل شي واحد يريد يعرف رأي الإمام الخوئي يرجع منهاج الصالحين، ما يريد لا شرق ولا غرب، منهاج الصالحين صفحة 366 يرجع هناك لكلام الإمام الخوئي قدس سره. زين، يقول: يجب الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة. هذا ما حد قال الإمام الخوئي. شوف هذا اللي ينسب الإمام الخوئي لأنه متخلف ورجعي وما يدري عن الدنيا، هو يقول بشيء لم يقل بأحد من الفقهاء المعروفين، يقول بوجوب الجهاد في عصر الغيبة، يجب على المسلمين الجهاد في عصر. هو الإمام الخوئي اللي هذا متخلف ورجعي، زين، يقول بوجوب الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة، وأن المسلمين إذا امتلكوا العدة والعتاد والقدرة فإن جهاد الكفار لدعوتهم للإسلام واجب عليهم. ثم يقول: زين، إن عملية هذا الأمر المهم، يعني الجهاد، إن عملية هذا الأمر المهم في الخارج يحتاج إلى قائد وآمر يرى المسلمون نفوذ أمره عليهم فلا محالة. من هو القائد؟ فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط، فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة على أساس أن تصدي غيره يوجب الهرج والمرج. إذن فهذا الإمام الخوئي اللي يقول بالولاية في الأمور الحسبية
هو بنفسه يرى أن ولايته تشمل حتى شنو؟ إقامة الجهاد في عصر الغيب. مو أن دوره دور يكتب رسالة عملية وتنتهي المسألة، لا، هو يرى هكذا، هكذا يرى. فإذا لا تظن أن من يرى الولاية في الأمور الحسبية فقط يعني يرى الفقيه معزول عن أي موقع قيادي في المجتمع، ليس الأمر كذلك إطلاقا. إذن شنو الفرق بين من يرى الولاية العامة كالإمام الخميني قدس سره، ومن يرى الولاية الخاصة يعني الولاية في الأمور الحسبية كالإمام الخوي قدس سره؟ شنو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما جدا بسيط في مواقع صغيرة. أن الإمام الخميني قدس سره الشريف يرى أن للفقيه الولاية في كل ما ترجع فيه الأمة لرؤسائها، كل شيء يرجع فيه الناس لرؤسائهم الفقيه له الولاية، سواء كان مصلحة خاصة أو مصلحة عامة، مصلحة ضرورية أو مصلحة كمالية، كل ما يرجع فيه الناس لرؤسائهم الفقيه له الولاية فيه. مصلحة عامة، خاصة، ضرورية، كمالية، ماكو فرق. بينما السيد الخوئي وتلامذته يرون أن للفقيه الولاية في المصالح العامة الدخيلة في حفظ استقرار الحياة. فالفرق بينهما بسيط وفي دائرة ضيقة، وإلا ليس دور الفقيه دورا معزولا في مجال القيادة. ولذلك من الذي قاد الانتفاضة الشعبانية؟ الإمام الخوئي. من الذي تصدى لها؟ من الذي أصدر البيانات فيها؟ من الذي كان بيته كما ذكر السيد الشهيد سيد محمد باقر الحكيم، قال كان بيت الإمام الخوئي في الانتفاضة الشعبانية هو معسكرا للتدريب، بيته كان في تدريب، تدريب على القتال وتدريب على السلاح. كيف تصدى للانتفاضة الشعبانية إذا هو ما يرى إلا شنو؟ ما يرى دوره إلا دور كتابة رسالة عملية، كيف تصدى إذا؟ إذن لا فرق من حيث الموقع القيادي بين الرأيين. زين،